طيب نرجع ناخد تليفونات مرة تانية. أم محمد أهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، أهلا اتفضلي. هتواصل مع الشيخ. طبعا وحضرتك، والدتي عندها 89 سنة وصايمة من أول رمضان وبتصلي ومواظبة على الصلاة والحمد لله، ربنا يديها الصحة. فقامت النهارده مش واخدة بالها من الساعة 10 كان راحت شربت، مضمضت بقها ببق مية وشربته، افتكرت يعني بلعت ميه وهي بتتمضمض، افتكرت ان افتكرت ان لسه الفجر. ماشي. فما افتكرتش ان احنا اتسحرنا ولا صلينا الفجر ولا اي حاجه. نسيت. فصيامها صحيح ولا مش صحيح؟ يعني هي زعلانه جدا ان هي كانت فاكره ان في بق الميه ده. حضرتك يعني هي ظنت ان الليل لسه موجود فشربت. ايوه. اتمضمضت وبلعت. تمام. هي نسيت ان هي صلت الفجر ونسيت ان هي اتسحرت وقايمه الساعه 10 ناسيه كل حاجه. الله. يبقى هي شربت نسيت. حاضر. عندها برضه 90 سنه. شربت اكيد التركيز، اذا احنا تركيزنا اصلا. نعم. فالله يعني ربنا يديها الصحة. امين يا رب العالمين، يعني ربنا يبارك لها. هي نسيت انها قامت وصلت واتسحرت وكده، فقامت في وسط النهار فشربت. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. لذلك هو ربنا اللي اراد بها كده، وربنا اللي اطعمها وسقاها، صومها صحيح ولا شيء عليها وتكمل اليوم. دي بخلاف لو واحد قام وهجم على الاكل والشرب قاصد ولكن فجأة قال ايه ده النهار طلع او ده الفجر اذن، ده اللي بنقول له لا انت كده عليك قضاء. يعني ايه مش اليوم؟ يعني واحد قام وبعدين قام ياكل ويشرب وبعدين فجأة لقيهم بيقيموا الصلاة، ظن ان الدنيا لسه ليل. فده اللي بنقول له يقضي اليوم. كمن افطر يظن ان الشمس قد غربت ايضا يقضي. طب ما هو مش هو اليوم. هو كده برضو يبقى يعني ناسي او مش هو لا ياثم، لا ياثم شيء. خلاص الاثم بس. ولكن هذا كان لابد له ان يتحرى. يعني الاول يركز يتحرى، يبص الساعه كام، باي وسيله من وسائل التحري ومعرفه الوقت. اما دي كانت ناسيه فشانها يختلف عن شان هذا. دي حاجه غير دي. نعم.